استضافت العاصمة المصرية القاهرة الاجتماع الأول لآلية المشاورات الثلاثية على المستوى الوزاري بين مصر والأردن واليابان. وشارك في الاجتماع كل من وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الأردني أيمن اللاصفدي والياباني يوشي ماساهايشي. وأكد الاجتماع التزام الدول الثلاث بمواصلة توسيع أوجه التعاون بينهم لتضم مجموعة واسعة من المجالات للاستفادة أكبر عدد ممكن من الدول في المنطقة. كما أكد وزراء خارجية الدول الثلاث أهمية تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط، ينهي الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية منذ عام 1967.